مساء الخير. طقس الصيفي اعتيادي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. جونا لبكرة غائم جزئيا ودرجات الحرارة عم تتسجل على الشكل التالي. مثل العادة منبدأ من الشمال، عكر عم تسجل 31 درجة، طرابلس 30، العاصمة بيروت 31 درجة، وصور 30 درجة. ننتقل لبعلبك 29، القلوق عم بتسجل 20 درجة، زحلة 29 وجزين 27 درجة. نسبة الرطوبة ساحلاً بتوصل لل 75%. الرياح السطحية عم بتكون متقلبة، سرعتها بتتراوح بين 5 و25 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الثلاثاء الأربعاء والخميس جونا غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل دون تعديل يذكر بالمناطق الجبلية والداخلية. على الساحل درجات الحرارة عم تسجل نهار الثلاثاء لنهار الخميس 31 درجة. لنهار الجمعة جونا بتابع قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بتسجل أقصاها 32 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية. تصبحوا على خير.